بيزودوا بعض. وانا اعتقد ان نفس الكلام برضو بالنسبه لشيماء، يعني طبعا خطيبها ده حاجه ودي اكيد حاجه هي كانت عايزه تقولها، واقف جنبها وفي ظهرها وفي كل البنات لينا اكيد ان شاء الله نفس الكلام برضو. لما ترتبط هتبقى هتختار هيكون برضو اختيارها اكيد للزوج اللي هيدعمها وهيقف جنبها وهيكون واقف في ظهرها، وده اللي كل البنات لازم تكون متبنيه دايما في افكارها وطموحاتها. ما تتخليش عن طموحك، ما تتخليش عن اهدافك، ولازم يكون اختيارك لراجل بيحب ده وهيقف جنبك.